أكد فتحي مبروك المدير الفني الأسبق للأهلي أن المؤتمر الذي أقامه مجلس إدارة النادي أعطى مصداقية وواقعية لما تم تنفيذه على أرض الواقع من إنشاءات شعر بها أعضاء ومحبو وعشاق النادي الأهلي. المؤتمر الصحفي للكابتن محمود الخطيب عمله كان فيه مصداقية، كان فيه واقعية، كان فيه حاجات ملموسة داخل النادي الأهلي وخارج النادي الأهلي، سواء في المجال الإنشاءات داخل النادي الأهلي حس بيه أعضاء النادي الأهلي، سواء في مجال الاستثمار حس بيه محب النادي الأهلي وحس بيه أيضا عشاق النادي الأهلي. في حاجات كتير قوي، يمكن تكريم النهاردة نجوم كتيرة في كرة القدم والباسكت والطايرة والهاندبول، إذا كان بيعني هذا بيعني إن فعلا النادي الأهلي دائما عنده مبادئ ودائما عنده قيم ودائما بيحتفظ بنجومه ودائما في فكره نجومه. احنا شفنا التكريم، كان تكريم جميل وفي رموز كتيره من النادي الاهلي، واتمنى ان شاء الله الفتره القادمه يبقى في تكريم لالعاب اخرى ويبقى في تكريم لنماذج اخرى ان شاء الله، لان اذا كانت بتمثل شيء بتمثل ان هؤلاء الرياضيين حبوا النادي الاهلي واخلصوا للنادي الاهلي واعطوا النادي الاهلي، فالنادي الاهلي بيبقى فيه لفته حلوه بقياده كابتن محمود الخطيب ومجلس ادارته ان هو بيكرم هؤلاء النجوم.